أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وروحه وبركاته. هذا حسن خليفة، خبير الأعشاب. يا مساء الخير وصباح الخير للي بيشوفونا الصبح، ومساء الخير للي بيكونوا دائما معانا على الهواء مباشرة. الله يسعد مسا الجميع. كل معلومة أنا بقدمها إن شاء الله فيها الخير والفائدة، وبحب والله أقدم كل شيء مفيد لإلكم، لكن في هذا الوقت ضروري تعرفوا أمر من الأمور اللي بتفيد صحتنا بتقوي مناعتنا. إيش يا حسن اللي بيقوي مناعتنا؟ كثير من الأمور بنرميها وبنستهين بقدرتها لأبداننا والتخلص من شبح الأمراض والتخلص من شبح العدوى اللي هي قشور الليمون، الفوائد العظيمة اللي بنرميها والله شبه صيدلية في بيوتنا وبنرميها للأسف، ما إلها مضار سوى إنه إذا ما غسلناها بتكون مرشوشة بمواد كيماوية، وبدنا نتخلص من مساوئها في تنظيفها في غسلها. لكن استخدام قشور الليمون حتى مع الماء، يا أخوان كلياتنا بنشرب مية باليوم، زجاجة أو عبوة المي نضع فيها القشور وننشف القشور ونطحنها ونستخدمها كبهارات، والله فوائدها فوائد عظيمة. سألتكم بالله تحاولوا ما ترموها. وحتى مضخة للتخلص من مشاكل الفطريات، مشاكل الأسنان ومشاكل اللثة، وبتعطي ما شاء الله شعور بالراحة للفم، فيها من الزيوت ايضا بتخلصنا من رائحة الفم الكريهة. في ناس كثيرة عندها رائحة فم كريهة، بتخلصنا من هذه المشكلة. مضخة، انت لما تطبخي وتقشري الليمون لا ترمي الليمون، فرزيه بالثلاجة بالفريزة بالبراد، فبنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى لأبداننا ولصحتنا العامة. فكثيرين بتجاهلوا فوائد قشور الليمون الأصفر والأخضر، بتمتعوا بعناصر مفيدة لنا لأبداننا. أما نتخلص من القشور لأنها بتتمتع فوائد غذائية وصحية لأبداننا، بكفي إنه فيها فيتامين سي اللي بحاجته أبداننا، وبوتاسيوم وألياف، هذه كلها نرميها بالحاوية بالزبالة بالقمامة. ليش؟ والله أجدادنا كانوا يأكلوا القشور قبل الليمون وقشور البرتقال، وحتى كانوا يحطوها في فصل الشتاء على الغاز أو على الدفاية حتى تعطر الجو، فكانوا يستفيدوا من الخصائص المفيدة لقشور الليمون. لكن شوفوا قشورها حتى بتحتوي على الكالسيوم للعظام، غير في فيتامين سي بتحافظ على عظامنا وعلى أبداننا. فكيف نرمي كالسيوم طبيعي؟ طبيعي مش مصنع. إذن حتى بتعزز جهاز المناعة في القشور اللي انتو بترموها، هي نبتة طبيعية الله سبحانه وتعالى أنبتها مثل الفواكه، بسموها حمضيات. برتقال بسموها فواكه والليمون لا، لكن خصائصها حتى القشور مع الماء شيء ما شاء الله، حتى للتنحيف وتخفيف الوزن فوائدها فوائد جدا عظيمة. وكثيرين الآن عادوا يستخدموا هذه القشور برش ويضعوها على السلطة، وكثيرين عادوا يجففوها ويطحنوها ويضعوها بعبوة وياخذوا خصائصها ويعرفوا ايش مكوناتها ويستفيدوا منهم في طعامهم وسلطاتهم وصوانيهم واسماكهم. اذا بتحتوي على امور خاصة بتعزز نظام المناعة في ابداننا. فيتامين سي، مش بحكي لكم تناولوا هلا فيتامين سي عشان مناعتك؟ ما هو بقشر الليمون ولا لا؟ اللي بتحمينا من الرشح والإنفلونزا والعدوى، العدوى ومشاكل الرئتين وضيق النفس،
وبتعطينا مكمل غذائي فيتامين سي احنا بحاجته، جهازنا المناعي بحاجة لإله، ناخذها من الطبيعة مش من المكملات الغذائية. ايش رايكم؟ الناس بتعمل الليمون حتى مع السلطة، اشي بيعصر وبيرمي القشر على الزبالة، طب ما تفرميها وتقطعيها، اللون الاصفر واللون الاخضر جميل جدا على السلطة وفاتح للشهية، الليمون فاتح للشهية وقشر الليمون فاتح للشهية، والليمون مع الماء مطهر للبدن، مطهر لبدننا. في خصائص ذكرناها، الخصائص مفيدة لإلك، حتى نكهة وطعم للماء وتعقيم للماء قشر الليمون. فليش نخسر هذا المنتج الطبيعي اللي الله سبحانه وتعالى جعله بين ايدينا لمناعتنا؟ هزال وتعب، كوب ماء عليه قشور الليمون، العبوة اللي نشرب فيها نضع فيها قشور الليمون ونبدلها، وحتى نضيف عليها الماء ما في مشكلة. يقول لك أنا كل شوية عندي ليمون، لا موجود، اتركها يوم ويومين ما بتخرب، ما بتخرب أبدا. أيضا قشر الليمون غني بالبوتاسيوم المفيد لخلايا أبداننا بشكل صحيح. بناخذ البوتاسيوم من شيء طبيعي، من هذه القشور، قشور الليمون الأخضر والأصفر. ايضا بمنعنا حتى رائحة العرق تطلع، ما شاء الله مش رائحة عفنة، حتى البول، رائحة البول بكفي انه مدر من مدرات البول الطبيعية. ماء مع ليمون، نذكركم نعلمكم، والله خصائص وفوائد جدا عظيمة. بناخذ بوتاسيوم يوميا من هذا الشراب، من هذه القشور اللي ضحها مع الماء، غير استخداماتها الأخرى اللي بياكل القشور، بطهر الفم، بكتيريا في فمنا نتخلص منها، مشاكل اللثة بنطهرها، رائحة زكية حتى لو بلعناها ما في مشكلة. إذا حتى قشور الليمون مفيد جدا يا أخوان للجهاز الهضمي، مطهر للجهاز الهضمي، وفي فوائد لأنه في من الألياف الطبيعية، وبيخلصنا وبيقلل من الالتهابات يا أخوان، بيقلل من الالتهابات. لكن نغسل الليمون أصلا قبل ما نحطه بالبراد أو الثلاجة أو نحفظه، فبالتالي بنستفيد أيضا منه، أيضا مفيد لصحة القلب. والله بتشرب ماء وليمون، مش ماء وسكر صناعي بتروح مناعتك، ولا من هالشراب اللي موجود بالثلاجات بالسوبر ماركت الله يعلم ايش هو وكيف نظافته، هي الفواكه خربانة مش خربانة، تالفة مش تالفة، معفنة مش معفنة، المهم احنا نشوفه بالشكل الحلو ونشرب. ما احنا موجود عنا فيتامين سي، وموجود عنا للمناعة، موجود بين ايديكم كلكم، عندكم ليمون. رفعوا سعره وبرمضان بصير ضعف اسعاره او اضعاف اسعاره، لكن فوائده لصحة القلب وبيخفض الضغط. هذا الشراب ماء قشر ليمون أو قشر ليمون مضى وبلع أو مع السلطة بيخفف الضغط. امشوا اشربوا ليمون، الأجانب بحطوا قشور الليمون، اتعلموا منهم، هم ما عندهم الزراعة، احنا بالوطن العربي خيرات الله عمنا. إذا بحمينا من الأمراض لأنه بنتناول شيء طبيعي ومكمل غذائي طبيعي فيه فيتامين سي وفيه من العناصر المهمة لأبداننا، ومرطب لجلدنا وبيخلصنا من جفاف الجلد، الماء وقشور الليمون الأخضر أو الأصفر، ومضاد للالتهابات، وما شاء الله عليه له قدرة على التخلص من الالتهابات. ما بالكم بالغرغرة في ماء وليمون؟ اليوم أوبئة وأمراض وعدوى وفيروسات، بقول لك إذا بدك تخلص من الرشح والإنفلونزا والعطاس شو أعمل؟ ما بسأل واحد من الشارع، بيسأل جدته جربت على مدارها سنين 70 و80 سنة، بتقول له والله أمي، شوف تحكي على جدتها، كانت تأخذ العسل مع الليمون وتأكل قشر الليمون،
بدل يما ما تقعد اسبوع وانت مفلوز كلهن يومين تحملهن، لانه بتعرفوا الفلوزه بتسبب هزال وجع بالمفاصل ودوار وصداع ومرات سخونه وسيلان ومشاكل حتى بالصوت وحتى مشاكل في الاذن، ما بسمع كويس. بقول له مالك؟ بقول له راسي مسكر، مالك مفلوز؟ شو روح صحيح كله مسكر. فكانوا يتخلصوا من هذه المشاكل. نعم، بنصف راس من البصل، يتناول الثوم مع اللبن، يشربوا شوربة الدجاج، ياخذوا ملعقة من السماق، ياخذوا قشور الليمون. ما انتوا كلكم بتعرفوا واحد مفلوز، روح بسرعة بسرعة اعملي له ليمون وخلي هالليمون دافي. ما بالكم بالليمون وقشر الليمون مع الماء، والله بخلصنا من هذه المشاكل والأورام والأمراض المنتشرة والعدوى وأمراض الشتاء وأمراض الخريف. دخلوه في نظامكم الغذائي، دخلوه مع المي اللي بتشربوها، اشربوا مي طاهرة ونظيفة بكفي فيها طعم ليمون، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيكم انه بغسلوا ايديهم او بنظفوا ايديهم بعد ما ياكلوا السمك، ناهيكم بعد الدجاج، ناهيكم بنظفوا بقشر الليمون الطاولة اللي بيقطعوا عليها الاسماك وما اشبه. للليمون وقشور الليمون استخدامات كثيرة مفيدة لأبداننا. فيا رب يقدركم انكم ما ترموها على الزبالة، حرام تكون بالنفايات بالزبالة بالقمامة، هي بحكي اكثر من لغة مش اللغة الاردنية، حتى تستفيدوا من هالنعمة. والله إنها نعمة وحرام إنه نرميها. والله لو بخبيها مع السلطة، والله لو بقطعهم تقطيع وبحطهم بكيس نايلون بسحب الهواء وبحطهم بالفريزة بالثلاجة بالمبرد يعني عشان تتجمد. وصبروا كم من سنة راحين تلقوا هالحكي صحيح. هذا خبير الأعشاب، هذا حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.